إذاعة سلطنة عمان تقدم. إن الاهتمام بالعلوم المتعلقة بالتاريخ والتراث يعطينا صورة شاملة عن حياة الإنسان منذ القدم، وعليه فإن معرفة هذه العلوم مجتمعة يؤثر بطريقة أو بأخرى في وعي الفرد. ظل الذاكرة. برنامج يسبر أغوار المعرفة ويغوص في الزمن، يفسر الظواهر ويحلل المواقف. ظل الذاكرة. إعداد وتقديم يونس بن جميل النعماني. يشاركه الإعداد سيف بن عدي المسكري. إخراج منى بن سالم المسلمية. ظل الذاكرة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ظل الذاكرة. نواصل فيه محاولة إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن حياة الإنسان عبر التاريخ. مستمعينا، متسلحا بإجادته العربية واطلاعه على العديد من المصادر حول تاريخ المنطقة، شرع القس جورج بيرسي بادجر في ترجمة كتاب ابن رزيق الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، والذي أسماه تاريخ الأئمة والسادة في عمان، كان ذلك في عام 1871 تقريبا. ومن ذلك التاريخ توالت الإصدارات حول ما يتعلق بعمان تأليفا وترجمة عبر لغات مختلفة، وفي المقابل تجلت الترجمة إلى العربية فيما يتعلق بتاريخ عمان مع المرحوم محمد أمين عبد الله وأرثه الكبير الذي خلفه في هذا المجال. ومع التشعب الواسع الذي تشهده حقول المعرفة وكثرة النتاج الخاص بعمان عبر اللغات المختلفة، يصبح من الضروري أن يكون هنالك مواكبة لكل ذلك وعلى جميع الأصعدة وفي مختلف الحقول المعرفية. وبما أن برنامجنا معني بالتاريخ أساساً، وقد كانت البهجة غامرة بمعرفة خبر صدور ترجمة تحمل عنوان تاريخ عمان الحديث لجيرمي جونز ونيكولاس ريدوت، وذلك عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. والسعادة أعظم حينما علمنا أن المترجم شاب عماني واعد. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة نناقش موضوع تاريخ عمان الحديث من خلال كتابات جيرمي جونز ونيكولاس ريدوت مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ أيمن بن مصبح العويسي. أيمن العويسي حاصل على بكالوريوس ترجمة في جامعة السلطان قابوس عام 2013، وماجستير ترجمة في جامعة السلطان قابوس أيضا عام 2017. عمل في البداية في شركة زينة كمحرر للنصوص العربية، ثم انتقل إلى مجلس الشورى للعمل في مجال الترجمة والعلاقات الدولية، ويشغل حاليا رئيس قسم الترجمة بالمجلس. شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية، ويعمل كذلك في مجال الترجمة الفورية وترجمة للكثير من المؤتمرات في عمان وخارجها. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن في ظل الذاكرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ أيمن. نبدأ بداية، لماذا التاريخ وأيضا لماذا هذا الكتاب بالتحديد؟ في البداية أحب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة لمناقشة ترجمتي لكتاب تاريخ عمان الحديث. بخصوص السؤال الأول حول التاريخ، في حقيقة الأمر عند دراسة الماجستير كتبت ورقة بحثية كانت بعنوان الترجمة في عهد السيد سعيد بن سلطان، وإبان مرحلة كتابتي لهذا البحث تعرضت وقرأت العديد من المصادر التاريخية باللغة الإنجليزية، ولم أكن أرى لها ترجمة إلى اللغة العربية، وكنت أقول في نفسي لماذا لا يتحرك المترجم العماني ويترجم هذا الإرث الكبير من الكتابات بحوثا وكتبا عن عمان. نعم. إذا ما نظرنا إلى قائمة بيترسون التي تتضمن المصادر والبحوث والكتب التي كتبت حول عمان والخليج، سنرى أن هناك أكثر من 680 بحثا وكتابا حول عمان فقط. نعم. في قائمة بيترسون إحصائية موجودة. نعم. عن قائمة بيترسون استخلصنا منها في مركز الندوة للترجمة. نعم. مركز الندوة للترجمة هو مركز تطوعي. نعم. تابع لمكتبة الندوة العامة ببهلة، أنشأته هو زميلي يعقوب المفرجي. نعم. وهذه القائمة تضم 680 مصدرا عن عمان، فضلا عن
يعني ممكن نقول أن هناك آلاف المصادر الأخرى خارج قائمة بيترسون تتحدث عمان سواء كانت كتبا أم بحوثا. وفي أحد الأيام تواصلت معي دار النشر، دار الرافدية للنشر، ومديرها أستاذ محمد هادي، وقال لي أن لدي كتاب عن عمان اسمه History of Modern عمان، تاريخ عمان الحديث، وأود منك ترجمته. كنت سعيدا بهذا الخبر كما أخبرتك، لأن لدي خلفية تاريخية بسيطة بسبب دراستي لمرحلة الماجستير. فوقع الاختيار على الكتاب، واشترينا حقوق النشر من الترجمة من جامعة كامبريدج، هو صدر عن جامعة كامبريدج. فبدأنا بترجمة الكتاب، وكانت يعني تجربة وبداية ناجحة مع هذا الكتاب. نعم، بالنسبة لي يعني تجربة تاريخية ثرية أكيد. بالطبع يعني بالطبع، لأن تناول مرحلة يعني زمنية طويلة من تاريخ عمان الحديث. فعلا. أيضا يعني لعل من المهم أيضا جدا أن نقدم نبذة مختصرة عن المؤلفان. في الحقيقة المؤلفان، المؤلف الأول هو جيرمي جونز. جيرمي جونز جاء إلى عمان في بداية الثمانينات، جاء إلى عمان، عمل على العديد من البحوث عن عمان، ولحق به نيكولاس ريدوت عام 1989، وأجروا أيضا بحوثا مشتركة عن عمان. جيرمي جونز أصدر كتاب في عام 2007 عن السياسة الجديدة في الشرق الأوسط. طبعا هذا الكتاب تنبأ في جزء منها أن هناك ربيعا عربيا سيحدث، وبالفعل حدث هذا الربيع العربي. وبالنسبة لنيكولاس ريدوت انضم معه في كتابة كتابين. الكتاب الأول هو عمان الثقافة والدبلوماسية، صدر عام 2012، هذا كتابهم الأول. كتابهم الثاني وهو الكتاب الذي ترجمته، تاريخ عمان الحديث. نعم، جميل. أيضا يعني لندخل إلى الكتاب، الكتاب ينقسم إلى قسمين وبعدد فصول يصل إلى ثمانية فصول. القسم الأول غطى ما يسمى بالمراحل التأسيسية، يعني بدأ من قيام الدولة المساعدية إلى نهاية حكم السلطان تيمور بن فيصل. يعني كيف وصف أو كيف تم وصف الأحداث في الكتاب، الأحداث المتعلقة بهذه الفترة بالذات، التوسع خارج عمان وكذلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية العمانية؟ كما تحدثت أستاذ يونس بخصوص تقسيم الكتاب، طبعا الكاتبان اعتمد منهجية تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، قسمان رئيسان، والقسم الأول هو المقدمة. تضمنت المقدمة الجغرافية السياسية العمانية، موقع عمان الجغرافي، أهمية هذا الموقع الجغرافي، مضيق هرمز إطلالها على بحار والمحيطات المنفتحة يعني على دول كثيرة. أيضا تناول تاريخ ثقافي وما لهذا التاريخ الثقافي من أثر على عمان وعلى تاريخ عمان. أيضا تناول التقاليد البحرية العمانية والإرث البحري العماني وأهميته، وطبعا تطرق بشكل كبير لهذا الجانب، التقاليد البحرية في عهد السيد سعيد بن سلطان وتوسع الدولة العمانية. أيضا تحدث عن مصطلح وهو مصطلح الكوزمو بلاتينية. الكوزمو بلاتيني يعني مجتمع منفتح على العالم متعدد الثقافات. فأنا أرضيت نقلها كما ذكرت في مقدمة الكتاب، أنا أنقلها كما هي، هذا المصطلح موجود، هذا المصطلح، وشرحته في الحاشية ماذا يعني الكوزمو بلاتيني. بالنسبة للقسمين الآخرين وهو قسم المراحل التأسيسية، هو أطلق على هذه المراحل باللغة الإنجليزية بـ foundations، ترجمتها إلى المراحل التأسيسية. والقسم الآخر وهو modern history وهو التاريخ الحديث. بالنسبة للمراحل التأسيسية، بدءا من تأسيس الدولة البوسعيدية على يد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، وانتهاء بتولي السلطان تيمور بن فيصل مقاليد الحكم في البلاد. و بدأت المراحل الحديثة من تيمور بن فيصل ومرهم بسلطان سعيد بن تيمور وإلى عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس. نعم. فهذا هو التقسيم والمنهجية التي اعتمدها الكاتبان. طبعا بالنسبة للفصول، ذكرت هنالك ثمانية فصول، تنوعت هذه الفصول مواضيع عدة، بدءا من تأسيس الدولة البوسعيدية. هناك سؤال يعني، لماذا الدولة البوسعيدية؟ لماذا بدأ من الدولة البوسعيدية؟ ولماذا سمى تاريخ عمان الحديث وربطها بالدولة البوسعيدية؟ هو يقول في مقدمته أن هناك يعني استمرارية في الدولة البوسعيدية، هناك استمرارية بدءا من الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي إلى العهد الحالي أو العصر الحالي لجلالة السلطان. فهنالك استمرارية، هذه الاستمرارية يعني كما ذكر الكاتبان أنها ستعطي يعني ثقلا على الكتاب، لأن هناك يعني تغيير وهناك تحديث
منذ اللحظة التي تولى فيها الإمام محمد بن سعيد بوسعيدي مقاليد الإمامة. طبعا هو يعني قال الكاتبان أنهما سيتحدثان عن الدولة البوسعيدية، ولكن دعونا نتحدث عن الدولة العربية والظروف التي أدت إلى تولي السلطان أو الإمام محمد بن سعيد بوسعيدي الإمامة. فتحدث عن الدولة العربية بشكل مقتضب، الخلافات التي حدثت داخل الأسرة العربية وبروز السلطان أو الإمام أحمد بن سعيد بوسعيدي لحل هذه الخلافات وتولي الإمامة وانتخابه بعد ذلك. نعم جميل. يعني أيضا موضوع مهم فيما يتعلق بالعلاقة بين عمان وبريطانيا، أو ما يسميه مؤلفان بالداخل أو التدخل البريطاني في الشؤون العمانية، كيف كان تقييم الكاتبان لهذا الأمر، خاصة إذا ما عرفنا أنهما كان يستندان على فكرة أو مقولة دراسات ما بعد الاستعمار حسب ما ورد في تقديم الكتاب؟ في حقيقة الأمر الكاتبان كونهما بريطانيان يعني تطرقا بشكل يعني مسهب إلى العلاقة العمانية البريطانية في كثير من مراحل الدولة الحديثة. نعم. أو عمان الحديثة. فبدأ الكاتبان بالحديث عن يعني محاولة بريطانيا تكوين علاقات مع عمان، فكانت يعني العلاقة تتحدث عن تنافس بين بريطانيا وفرنسا لتكوين علاقات مع عمان. وكانت هناك معاهدة وقعت عام 1798 بين البريطانيين والإمام السيد سلطان بن أحمد. هذه المعاهدة وقعت وتضمنت 7 مواد، يعني من هذه 7 مواد هناك 3 مواد تحد بين العلاقات العمانية الفرنسية، يعني لكي نقيم معكم علاقات يجب أن تحدوا علاقاتكم مع الفرنسيين. فكان هناك تنافس حقيقي يعني بين البريطانيين والفرنسيين علاقات مع عمان، وأيضا العلاقات العمانية البريطانية في الحد من التوغلات التي سماها الكاتبان توغلات الوهابيين في المنطقة والقواسم. ف يعني تحدث أن هناك أصبح يعني تحالف بين عمان وبريطانيا منذ ذلك الوقت. فبعدها وقعت معاهدة سلام بين بريطانيا والشيوخ وحكام الخليج الأدنى التي سماها الكاتبان عام 1820. طبعا الكاتبان تطرق إلى هذه المعاهدة من ناحية أن عمان لم تكن جزءا من هذه لم تنضم نعم إلى هذه المعاهدة السلام. وقال الكاتبان أن هذا أن عدم انضمام عمان لهذه المعاهدة يعني جعلت من عمان تسلك مسلكا مستقلا في شؤونها السياسية، لأنها لم تكن يعني تحت الحماية البريطانية. ويعني ذكروا يعني بالحرف جملة أن عمان لم تكن يوما تحت الحماية البريطانية، وإنما كانت العلاقة بين عمان وبريطانيا علاقة دولة وتحالف. نعم تحالف بين دولة ودولة مستقلة. نعم طبعا لما تحدث عن العلاقات العمانية البريطانية في ذلك الوقت أكد استمراريتها إلى عهد صاحب جلالة السلطان قابوس وقبيل يعني تسلمه السلطة، أن البريطانيين كانوا يعني موجودين وساعدوا عمان في الشؤون العسكرية والشؤون السياسية. وعزى الكثير من ما نسمع عن شخصية السلطان سعيد بن تيمور لما قاله المستشرقون البريطانيين والذين كانوا يعملون معه. لماذا؟ لأنه يعني كانوا ينصحونه كثيرا ويقدمون له نصائح، لكنه لم يكن يعني يستمع إليهم كثيرا، وهذا جعل يعني جزء من الصورة التي رسمت عن السيد سعيد بن تيمور في ذلك الوقت. نعم أريد أن أسألك عن هذه النقطة بالذات سيد أيمن، يعني ما يهم المستمع معرفة المقاربة التي نهجها المؤلفان حول هذا العهد، أقصد عهد سلطان سعيد بن تيمور، وما شاهده أيضا من الوقائع. في حقيقة الأمر بدأ الكاتبان بالحديث عن عهد السلطان سعيد بن تيمور بقولهما أن هناك الكثير من الدراسات التي يعني ممكن تقول أنها ظلمت شخصية سيد أو سلطان سعيد بن تيمور، وهناك دراسات حديثة أتت لتصحح هذه النظرة. وهو حاول يعمل مقارنة بين هذه الدراسات، وهناك جزء من الكتاب اسمه فهم شخصية السيد أو السلطان سعيد بن تيمور. فخلال هذه الجزئية من الكتاب تحدث أن هناك دراسات حديثة أتت تصحح هذه النظرة، وتقول أن السلطان سعيد بن تيمور عندما تسلم مقاليد السلطة كانت الحكومة مثقلة بالديون، وكان عليه أن يسدد هذه الديون ونجعل عمان تقوم من جديد. يعني بعد فترة الركود الاقتصادي التي شهدتها عمان بعد تقسيم إمبراطورية سعيد بن سلطان بين زنجبار وعمان. فقال أن هنا السلطان سعيد بن تيمور حاول، وهو أيضا تولى مسؤولية وزارة المالية
بعد توليه السلطة، فكان يعني جدا حريص أنه يسدد ديون الدولة، أنه ما يصرف كثير. لذلك يعني تحدث الكثير عن أنه ما كان هناك تنمية، لكن هو يتحدث كاتبان أنه في الحقيقة هو نجح في البداية في تسديد هذه الديون، وكان يعني على عتاب مرحلة جديدة. وأيضا تطرقوا إلى خطاب خطي نشر عن السلطان سعيد بن تيمور، يقول فيه أن نحن على اعتاب مرحلة جديدة بفضل النفط. وأيضا تحدثوا عن الصراعات الداخلية التي كانت تحدث آنذاك مع الإمامة، وأيضا حرب ظفار. فكانت هذه كل هذه الظروف أدت إلى جعل السلطان سعيد بن تيمور ينتهج النهج ذلك. جميل. يعني ورد أيضا في تقديم الكتاب أن الكتاب يعني بني على المزج بين الدراسات السياسية والثقافية. ما هي النواحي التي يمكن تصنيفها بالثقافية والتي تعرض لها الكتاب حيث الملاحظ غلبة الشأن السياسي؟ أستأذنك للنقاش حول هذه النقطة ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونواصل بعد هذا الحديث الرائع. ظل الذاكرة. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا في برنامج ظل الذاكرة. نتحدث عن تاريخ عمان الحديث من خلال كتابات جيرمي جونز ونيكولاس ريدوت، مع ضيفنا العزيز في الاستديو الأستاذ أيمن العويسي. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن مرة أخرى. أهلا بكم. نعم، سألت قبل الفاصل عن أن الكتاب بني على المزج بين الدراسات السياسية والثقافية. نريد أن نعرج على النواحي التي يمكن تصنيفها بالثقافية والتي تعرض لها الكتاب. يعني الملاحظ أن هناك يعني غلبة للشأن السياسي في الكتاب. بالنسبة للدراسات السياسية والثقافية، كما ذكرت هنا غلبة الجانب السياسي، سرد لمجريات تاريخ عمان الحديث مع التركيز بشكل كبير على الجانب السياسي، ولكن أيضا كانت هناك جزئيات ثقافية. تحدث عن طبيعة المجتمع العماني، التركيبة السكانية للمجتمع العماني. نعم. التي أسماها بتركيبة الكوزموبلاتينية. نعم. وقال أن المجتمع العماني يعني يضم قبائل عربية وقبائل غير عربية، يضم سكان أتوا من مكران وسكان أتوا من ينحدرون من أصول. نعم. من زنجبار، كان أجدادهم عمانيين وأصبحوا من سكان شرق أفريقيا. فيعني يتحدث عن هذا المزيج، مزيج السكاني وأثره على 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 سير على سير الأحداث التاريخية في عمان. وأيضا تطرق إلى موضوع أثر المذهب الإباضي. يعني كان جزء كبير من كتابه يتحدث عن أثر المذهب الإباضي على سير الأحداث في عمان، وأيضا مفهوم الشورى وتطبيقه في عمان. هو يقول أن يعني عمان يعني على حد قوله أن عمان نجحت في تطبيق مفهوم الشورى في مؤسسات الدولة القديمة، سواء كانت فيما كان اختيار الإمام. نعم. اختبار الإمام بالشورى. نعم. من قبل أهل الحل العقد، وأيضا من خلال المؤسسات الحديثة التي قال عنها اللي هي مجلس الشورى ومجلس الدولة. نعم. فكل هذه وأيضا طبيعة المجتمع العماني. هو يقول أن المجتمع العماني يعني تغلب عليه ثقافة التهذيب وثقافة عدم التصادم. وهذا الأمر أثر على سير بعض الأحداث السياسية التي أو التاريخية التي مرت بها عمان. جميل. يعني المسار الطويل الذي غطته الدراسة والتفاصيل العديدة يعني التي وقفت عندها تجعل من المهم أيضا معرفة مدى الموضوعية التي تحلى بها صاحب الكتاب. السؤال هنا أستاذ أيمن، السؤال لك طبعا كمترجم يعني واصفي في أعماق الكتاب رغم أنك لسه متخصصا في الحقل التاريخي، يعني نتكلم عن مدى الموضوعية، موضوعية الكاتبان. في الحقيقة هذا السؤال يعني يوجه إلى الباحثين التاريخيين، ولكن كمترجم ومن خلال يعني ترجمة الكتاب، طبعا المترجم يعايش الكتاب لحظة بلحظة، يعايش الجملة جملة جملة والكلمات كلمة كلمة. لذلك يعني ممكن أقدم يعني وجهة نظري من وجهة نظر مترجم. أن الكاتبان يعني كانوا محايدين، يعني كانوا موضعية. لأنهم كانوا يعني لم يكونوا في صف أحد عندما عند حديثهم عن الصراع بين الإمامة وبين الدولة البوسعيدية. نعم. كان يعني يأتيها بدراسات متناقضة. نعم، هذه الدراسة ترد على هذه الدراسة وتلك ترد على تلك. وأيضا من خلال المصادر التي اعتمدها،
اعتمد الكاتبان مصادر مستشرقة، مصادر كتبها غرب، وأيضا مصادر عربية، ومن ضمنها الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، وأيضا كشف الغمة. هناك العديد من الكتب التي ترجمت اللغة الإنجليزية استعان بها الكاتبان، فأرى أن الكاتبان يعني كانوا متوازنين في الطرح وفي المصادر. ولكن طبعا سيأتي باحث تاريخي وينقد الكثير مما ورد في هذا الكتاب، معلومات وردت في هذا الكتاب، وهذا هدفي. أن ما كتب باللغة الإنجليزية يصل إلى القارئ العربي لكي ينقده ويقرأه ويفند بعض الحقائق الموجودة فيه. يعني بالتأكيد لا يخلو الكتاب من أخطاء، وهذا هو هدف من البحث العلمي، تظهر فكرة وتأتي فكرة أخرى وتفندها. جميل. وتظل أيضا لهم وجهة نظر يعني بالضبط كتباها في هذا الكتاب. بالضبط. أيضا أستاذ أيمن، ذكرت في مقدمة الترجمة يعني أن الكاتبان أكدا في سردهما على الاستمرارية بين ماضي عمان وحاضرها، وما لهذه الاستمرارية أيضا من دور في تحديد مستقبلها. وانتهى أيضا كتابهما بتحليل أبرز التحديات التي قد تواجه عمان في السنوات القادمة سياسيا واقتصاديا، ربما تعرضت لها أيضا في الشق الأول من الحلقة. هل بالإمكان القاء الضوء على هذه التحديات؟ في الحقيقة بالنسبة للتحديات التي مرت بها عمان وستمر بها عمان، تحدث عن التحديات السابقة، تحديات الأمنية، توحيد الدولة، الحروب التي مرت بها عمان، حرب مع الإمامة، حرب ظفار، وأيضا وضع جزء من كتابهم أسمياه بتحديات مستقبلية. قسم هذه التحديات المستقبلية إلى ثلاثة تحديات. تمثل التحدي الأول في التحدي السياسي، طرح عدة أسئلة في هذا الجانب حول المشاركة السياسية. ما هو اتجاه الحكومة في عمان لإشراك المجتمع في صنع القرارات وفي السياسة؟ وطرح سؤال، هل ستتجه عمان لأن تكون ملكية دستورية يكون فيها رئيس وزراء يعين ويكون هو رئيس الحكومة؟ هناك من الترجيح من الكاتبان أن عمان متجه إلى هذا الاتجاه. وأيضا تحدث عن الاتحاد الخليجي الذي كان سيحدث، يعني وموقف عمان من الاتحاد الخليجي. هذه هي المواقف، يعني هذه التحديات السياسية. التحديات السياسية مرتبطة أيضا بتحديات اقتصادية. التحديات الاقتصادية يعني سلط الضوء كثيرا على التنويع الاقتصادي، وقال أن الدول الريعية التي تعتمد على مصدر دخل واحد يعني ستكون معرضة أو مهددة. لماذا؟ لأن الاعتماد على مصدر واحد سيجعل الدولة يعني تخسر عندما يعني تنزل قيمة وتتهاوى أسعار تلك ذلك المنتج. وضرب مثال من تاريخ عمان، هنا نتحدث عن الاستمرارية، تحدث عن زمن السيدة سعيد بن سلطان، وقال أن تجارة القرنفل ازدهرت في عهد السيد سعيد بن سلطان وازدهرت معها الدولة العمانية، ولكن عندما انهارت أسعار القرنفل أصبحت بدأ الاقتصاد العماني بالتدهور بسبب تدهور اقتصاد القرنفل، وربطوه الآن بالنفط وقالوا أن على عمان تنوع من اقتصادها. وأيضا تحدثوا عن الدقم وأهمية التي تشكلها الدقم وانطلاق يعني المشروع الضخم الذي يعني تتبناه عمان حاليا، وأكد على أهميته لاقتصاد عمان، وتحدث عن مشكلة الباحثين عن عمل، وهي يعني قال أن هذه المشكلة ستلقي بظلالها على عمان في المستقبل بشكل أكبر، وخاصة مع بداية نضوب النفط وانتهاء عصر النفط، ستناقش الحكومة فرض الضرائب التي يعني تركتها كثيرا بسبب الموارد النفطية. أما عن التحدي الأخير وهو التحدي الأمني، قال الكاتبان أن عمان في وسط يعني بيئة ساخنة، بيئة هناك حرب في اليمن، هناك حرب في سوريا، هناك تحديات أمنية في العراق، وأيضا هناك يعني دور عمان في حل يعني الخلافات على سبيل المثال بين إيران والولايات المتحدة، وتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني الذي كانت عمان وسيطة فيه. فهذه كل هذه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية قال عنها أنها مرتبطة ببعضها البعض. نعم. جميل جدا. يعني حديث ممتع معك، وانا اريد ان نقف هنا ايضا على النواحي التقنيه وطريقه الترجمه التي سار عليها الاستاذ ايمن. هناك من يرى ان الترجمه الدقيقه لعنوان الكتاب حسب ما ورد في النص الاصلي هو تاريخ عمان الحديثه، لا سيما تركيز صاحب الكتاب على التحديث فتره حكم السلطان سعيد بن تيمور وجلاله السلطان قابوس بن سعيد.
يعني هل هناك يعني تصرف في 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 العنوان من قبلك استاذ ايمن؟ بالنسبه لي تصرف المترجم، يعني طبعا المترجم لا ينقل يعني كلمه كلمه ولا ينقل جمله جمله، وانما ينقل يعني النص في سياقه، ينقل النص في سياقه الثقافي، في سياقه السياسي، على مستوى الكلمة وعلى مستوى أيضا السياق الكلي الذي سيصدر فيه النص المترجم. نعم. بالنسبة لي يعني مراعاتي للسياق الثقافي والسياسي كما ذكرت، نعم هناك كانت مراعاة، وطبعا المترجم يجب أن يتحلى بالأمانة. فعندما غيرت على سبيل المثال أو ذكرت مصطلح يعني مخفف لكلمة، ذكرت السبب لماذا ذكرت هذا الشيء، وذكرت الكلمة الأصلية لماذا، لكي أبين القارئ أن هذا هو ما كتب باللغة الإنجليزية. فنحن هنا نتحدث عن أمانة المترجم وعن سياق سيصدر فيه الكتاب. بالنسبة للعنوان، عنوان الكتاب يحمل المعنيين، يحمل الحديث عن عمان الحديثة بتاريخها أو تاريخ عمان كونها دولة حديثة. ف التصرف في تركيب الكلمات في تقديمها وتأخيرها يعني هو شيء مشروع للمترجم، بالشرط ألا يؤثر في المضمون. يعني الشكل تغييره ضروري جدا لكي يتناسب مع القارئ العربي. أنت تتعامل مع نص تاريخي، هناك سرد، هناك استمرارية في سرد الأحداث، وأيضا هناك منهجية تبعتها ذكرتها في المقدمة، وهي على سبيل المثال هو ذكر خطاب أو أتى بخطاب للسلطان سعيد بن تيمور. هذا الخطاب أصله باللغة العربية وجاء به باللغة الإنجليزية مترجما. فكانت منهجية أن أعود إلى النص الأصل، وهو خطاب السلطان سعيد بن تيمور، وأتي به في الكتاب، وأذكر أن هذا النص أتيت به من هذا المصدر. لماذا؟ لكي تكون يعني المقاربة هنا، لكي يكون النص يعني صحيح. تعرف أن بعض مثل ما ذكرت لك بعض المترجمين يؤخر ويقدم في الكلام وكذا. نعم. لكن البعض يعني ربما لا يتفق معك، يعني بعض المصطلحات وردت في الكتاب لم تترجمها يعني حرفيا في الكتاب، يعني تصرفت مثل ما قلت بما أسميت السياق السياسي والاجتماعي، يعني اشرح لنا هذه النقطة. والله حقيقة الكتاب تضمن عدة مصطلحات، تضمن الثورة، تضمن العصيان، تضمن الانقلاب، تضمن التمرد، يعني كلمات كثيرة تضمنها الكتاب. طبعا هذا الكتاب أصدر باللغة الإنجليزية ليقرأ في سياق قراء أجانب، قراء لغة إنجليزية، والترجمة العربية سيكون لها قراء آخر. هناك نظرية في الترجمة من ضمن نظريات دراسات الترجمة تسمى بسكوبس ثيري، وهي نظرية الهدف. ما هو الهدف من الترجمة؟ أنا لماذا أترجم؟ الفئة المستهدفة أو الفئة المستهدفة. نعم. فهناك الفئة المستهدفة، هناك الهدف من الترجمة. ف طبعا مع اختياري لهذه المصطلحات، يعني على سبيل المثال يعني الثورة بعضهم يسميها تمرد وبعضهم يسميها ثورة. فهنا يعني نقلت ما كتبه الكاتبان في بعض هذه المصطلحات، والبعض الآخر عندما لم أنقل المصطلح بذاته أو على سبيل المثال المصطلح مخفف، ذكرت السبب في الحواشي لماذا، لكي يبين القارئ ولتكون لديه يعني هناك مراعاة للسياق الثقافي والسياسي. نعم، ولكن هناك في الجانب الآخر تبرير لماذا، لكي لا أضلل القارئ، يعني لا أضلل القارئ وأجعله يعني وصل له معلومة غير المعلومة التي أراد أن يوصلها الكاتبان. جميل. يعني سؤال أخير أستاذ أيمن، أيضا يعني الفصول الأخيرة من الكتاب تم التعرض لعمان في عصر النهضة من عدة جوانب، هل بالإمكان التعريق على أبرز هذه النقاط؟ طبعا عرّي على عصر أو الطرق إلى عصر النهضة المباركة من عام 1970، وتحدثوا عن التدرج في تكوين دولة مؤسسات. نعم. بدءا من يعني تأسيس أولى الوزارات التي أسسها السلطان سعيد بن تيمور، ومن ثم أسسها جلالة السلطان وأكمل عليها. نعم. وأيضا المؤسسات الشوروية. نعم. يعني كان هناك جزء كبير من الكتاب وفصل تقريبا عن المشاركة السياسية والشورى، فكان يتحدث عن مؤسسات شوروية بدءا من مجلس الزراعة والأسماك. نعم. في السبعينات، ومن ثم مجلس الشار للدولة. نعم. في الثمانينات والتسعينات مجلس الشورى، ومن ثم صلاحيات رقابية وتشريعية، وأيضا مرورا بأحداث الربيع العربي وتأثيره على عمان. نعم. وذكر نقطة هنا مهمة جدا في أحداث الربيع العربي، قال أنه يعني سمعنا في كثير من الدول في عام 2011 الشعب يريد إسقاط النظام، ولكننا لم نسمع هذه الجملة في عمان، بل كان المتظاهرون أنفسهم يؤيدون، يعني يقولون أن يؤيدون جلالة السلطان، ويعني لا يلقون باللائمة على جلالة السلطان. فأقول هو هذا الفرق بين الربيع العربي في عمان
وأيضا تصرف الحكومة مع المظاهرات وكيف تصرفت واحتوت تلك المظاهرات. نعم، ويعني تناول الإنجازات التي حدثت في عمان. نعم بالضبط، تناول الإنجازات على المستوى المؤسسي، على المستوى الاقتصادي، التعليمي، الصحي، تحدث عن بداية من 3 مدارس أو مدارس قليلة إلى مدارس كثيرة وجامعات ومستشفيات، تحدث عن هذا التطور، ولكن أيضا ركز على المستقبل. قال هناك تحديات استشراف. نعم استشراف، هناك تحديات آتية على عمان، يجب على عمان تستعد لها من الآن. جميل جدا، يعني الحديث ممتع معك أستاذ أيمن، ولكن للأسف وقت البرنامج انتهى. سعدت بالحديث معك وشاكر لك قبول الدعوة. شكرا جزيلا على استضافتكم. بارك الله فيك. أعزائي المستمعين، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الذاكرة، والتي تناولنا فيها موضوع تاريخ عمان الحديث من خلال كتابات جيرمي جونز ونيكولاس ريدوت، مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ أيمن بن مصبح العويسي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، تقبلوا تحيات فريق العمل. كنت معكم في الإعداد والتقديم يونس النعماني، يشاركني في الإعداد سيف بن عدي المسكري، وفي الإخراج منى المسلمية. إلى اللقاء. كنتم مع ظل الذاكرة. ظل الذاكرة مع تحيات يونس النعماني ومنى المسلمية. ظل الذاكرة.